يجب أن نعيد التفكير في لعبة الكرة، صارت صناعة ولم تعد رفاهية ولم تعد لعبة. إذن هذا من ضمن المكاسب المشروعة التي اعترف بها العالم ونعيش فيها. إذن هذا يعمل وليس يلعب. يعني كنا نقول اللاعب نزل الملعب ده جاء لعمله، يقوم بعمله، أكله بحساب، شربه بحساب، جريه بحساب، كل حاجة بالميزان فترة لعبه، وبعدين إذا اختل ذلك بيتم استبعاده. والدين قلت مرة مع سيادتك قبل كده بيتكيف مع صاحبه، مش الإنسان هو اللي بيكيف نفسه على الدين.